بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سالم بحضراتكم. سمعت كتير جدا على الخبر بتاع جمال بن ماضي قرر يفصل النت عن نجوم منتخب الجزائر. لما دخلت على الخبر ده لقيت إن جمال بن ماضي قرر إن هو يفصل النت فعلا عن اللعيبة بتاع المنتخب الجزائري بعد الساعة 11 بالليل، يعني الراجل عايز اللعيبة يناموا بدري لا أكتر ولا أقل، فلقيت إن الموضوع مش مستاهل. بس لما لقيت إن جمال بن ماضي معسكر أساسا في غينيا الاستوائية قلت لا، الموضوع يستاهل، لأن كده جمال بن ماضي ومعسكر غينيا الاستوائية والتمرين في غينيا الاستوائية في الحراره العاليه في الرطوبه الكبيره جدا لدرجه ان اللعيبه بيشتكوا من الحراره والرطوبه، ده معناه ان الراجل ماشي صح، وده معناه ان ده افضل قرار خده جمال بالماضي. ليه بقى افضل قرار خده بالماضي؟ لان جمال بالماضي عطى للعيبه رساله واضحه ان انا موضوع الملعب وموضوع الرطوبه خلاص، عايزين نخلص من ام الحجه دي. انا جايبك غينيا الاستوائيه بمرنكوا تمرينتين في عز الحر عشان تتعود على الاجواء وتتعود على الرطوبه، فلما تروح دواله ولما تروح تلعب ماتش الكاميرون الموضوع بالنسبه لك ما يبقى صعب. ما تقولوش بس الملعب والأرضية، أنا بمررك على أرضية غينيا الاستوائية، يعني كده كده هتكون أرضية ملاعب سيئة وممكن تكون ملاعب يعني متوسطة، بس برضو الأرضية بتاعت ملعب جابوما هتكون أفضل من الملاعب اللي أنت بتتمرن عليها. يبقى معنى كده إيه؟ ما تجيش في الملعب تقولي بس الملاعب سيئة والملاعب مش سيئة. فجمال بالماضي دي أفضل خطوة خدها بالنسبة لي إن هو راح عسكر في غينيا الاستوائية. كان بيقول إن هو عسكر في نيجيريا عشان تبقى قريبة من الكاميرون، بس راجل اختار غينيا الاستوائية لاختيارات شخصية ليه هو. بس ده بالنسبة لي أفضل قرار. إنما تقول لي نت ومش نت، هو ده القرار الصح. إنما تقول لي يفصل نت ومش نت، أنا نهرج بقى يا جماعة. أنت بتتعامل مع لعيبة كلاس إيه؟ صعب جدا إنك تقول لي يفصل النت عليكوا وعشان تركزوا. الكلام ده كان في التمرينات زمان، إنما صعب جدا إن أقنع لعيب في 2022 إن هو أساسا يفصل النت عليه طول اليوم والكلام ده. ده بيب جوارديولا بقى بينايم اللعيبة في بيوتهم أساسا، وتشافي أول ما جه بقى بيخلي اللعيبة يروحوا بيتهم ويتجمعوا بعد تاني يوم في أثناء الماتش. يعني بسم الله ما شاء الله، الأول كنت بتروح تعمل معسكرات للماتشات الكبيرة، دلوقتي مبقاش في حاجة اسمها معسكرات، فصعب جدا إنك تعمل معسكر وتقول ان انا اشيل النت. الموضوع قديم قوي، وما اعتقدش ان جمال بن ماضي كان بسذاجه اللي هو يعمل الخطوه دي. بس اهم حاجه بالنسبه لي ان الفرقه بتتمرن على ملاعب سيئه وعلى حراره مرتفعه، بحيث لما تروح دواله الجمهور ينسى فكره الملعب والارضيه، وانت بالنسبه لك تبقى ناسي فكره الملعب والارضيه. في الحالتين ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري امام المنتخب الكاميروني، وان شاء الله لو عجبك الفيديو اعمل لايك. ما عجبكش الفيديو فهذا رايي يا برو، ما صدقتش حوار النت بصراحه.